التاسع مساء في القاهرة السابع بتوقيت غرينتش نشرة اخبارية تاتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكيس. تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك التعاون في قطاعات تغير المناخ والتحول الأخضر في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا عبر الفيديو كونفرنس مع السيد كرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان وذلك بحضور السادة محافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فضلا عن نظرائهم من الجانب اليوناني إلى جانب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان المباحثات تطرقت الى تعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين خاصه في مجال التعاون في قطاع الطاقه خاصه مشروعات الربط الكهربائي والغاز وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ والتحول الاخضر والهيدروجين الاخضر والطاقه الشمسيه وذلك في ضوء استضافه مصر للقمه العالميه للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم وقد توافق الجانبان على المضي قدما في تنفيذ الاتفاقيات الموقعه بينهما في تلك القطاعات سواء في الاطار الثنائي او من خلال اليه التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان وكذلك في اطار الشراكه الاستراتيجيه بين مصر والاتحاد الاوروبي واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس من جانبه اشاد بعمق العلاقات المتميزه بين مصر واليونان والتطور المتنامي الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا سيادته عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي او في اطار الاتحاد الاوروبي والتي تعكس متانه العلاقات التاريخيه الممتده بين البلدين وقد اكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصيه الروابط الوثيقه والتاريخيه التي تجمع بين البلدين مرحبا بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضيه ومعربا عن حرص بلاده على مواصله تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها الى افاق اوسع في مختلف المجالات خاصه في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز اليات العمل المشترك في مواجهه الازمات والتحديات الراهنه بمنطقه المتوسط والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالاوضاع التنمويه والاقتصاديه والاجتماعيه على المستوى الاقليمي وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول التباحث بشأن موضوعات تغير المناخ والتحضير للقمة العالمية للمناخ كوب 27 والمقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم حيث أكد السيد الرئيس أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاستها لتلك القمة وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافه مكوناته في حين اكد رئيس الوزراء اليوناني ثقه الجانب الاوروبي في قياده مصر لقمه المناخ المقبله وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الاطار عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا عبر الفيديو كونفرس مع رئيس المجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس لمناقشة عدد من ملفات التعاون وعرب مدبولي عن تقديره للتعاون المستمر مع مجموعة البنك الدولي والشراكة طويلة الأمد والتي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري وحول استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة ثمن مدبولي رغبة مجموعة البنك الدولي في دعم مصر خلال رئاستها للمؤتمر للمساهمه في اطلاق مبادرات عالميه وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية حيث أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية الروسية في أوكرانيا تمضي حسب الخطة الموضوعة وأوضح بوتين أن الجيش الروسي يوفر ممرات إنسانية للمدنيين من أجل الفرار مضيفا أن القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتتخذ من آلاف الأجانب وبينهم طلاب رهائن с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью.